فضيلة شيخنا، ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ الرسول ما يصلي إلا لسبع، من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل الدخول إلى المسجد، هذا من الأسباب، يعني صلاة النافلة، ذوات الأسباب اختلف العلماء أن تفعل في وقت النهي أو لا، بعضهم يقول إنها تفعل عند وجود السبب في أي وقت، لدخول المسجد مثلا، والجمهور على أنها لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من قدم النهي، ومن العلماء من قدم الأمر، وهذه مسألة اجتهادية تسأل فيها أهل العلم.